كما أكد الدكتور نبيل جاسم العمل في سياق جديد من التعاون مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على أن يكون أكثر موثوقية وإيجابية في تدفق المعلومة للمشاهد العراقي. اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وتعاون بين شبكة الإعلام العراقي والدائرة الإعلامية في مجلس النواب. نطمح أن تكون هذه المذكرة سياق جديد يضاف إلى شكل التعاون السابق على أن يكون أكثر إيجابية وأكثر موثوقية بالنسبة للمشاهد العراقي من حيث تدفق الأخبار.